عليكم، شلونكم متابعيني؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله الكل يكون بخير وصحة وسلامة. روتين اليوم نبدأ بالصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم انتم تعودتوا تاكلون من الغداء، الغداء اليوم هو دولمة. انا هاي لافتها الدولمة ومجمدتها، فشوية بس يعني شلون تفرقع زين، او اسمع هيك طقطقه مالت الزيت شوي، يعني مخليه زيت يعني نهايه الجدر قبل لا الفها، بس اسمع هاي الطقطقه مالت الزيت انصيها واخليها تعيش حياتها على نار هادئه، لانه الدولمه تحب تستوي على نار هادئه. هسه شنو اطبخها واخليها ورمة تفور، انصيها واتركها، يعني اتركها تقريبا ساعه ونص ساعتين عادي ماكو مشكله، لان هي الدولمة تحب على نار هادئة، كل ما بقت بالتهدير مدة اطول كل ما صارت اطيب. بس اهم شيء انتو تعرفون كمية السوائل اللي بيها، مو كمية السوائل اللي بيها قليلة وتخلوها مدة اطول. انا هنا مجهزتها من كل شيء، مجرد ما تفور خليلها نايلون هيجي نظيف، يعني قطعة مع السفرة او شيء، واغطيها واهدرها على مود البخار مالتها ما يطلع خارج الجدرية، يبقى داخل الدولمة. تمام عيني، وكملوا الفيديو للنهاية وراح تعرفون هواي اشياء اليوم تحفيزية تحفز انا وياكم. وصدقوني صدقوني من خلال هاي الفيديوهات اللي دا اصورها اني اول شخص يتحفز هو اني، كلش دا اتحفز بها، فانتم من تشاهدوها ما حتتحفزون وياي، ونكمل مهامنا على اتم وجه ومن وقت ان شاء الله. كملوا الفيديو وياي النهاية. قلبت الدولمة بس ما صورتها اثناء ما قلبتها، المهم طلعت كيكة. النية دولمة، الواقع او النتيجة كيكة. شوفوا الجدر اصلا حتى ما محروق ما بي اي شيء. هسه راح افتح هيك بالخاشوكة، ناخذ نفتحها، يعني حلوة لينة مو ناشفة حيل، ولا بيها مية هواية. هاي العضود الجميلة طبعا احنا نحفها. شلون دولمة، اتمناكم ويانا. هنا قدمت هوي زلاطة، سويت هنا خيار وفلفل، وهاي اللهانتين الحمراء والبيضة، وهذا شكل الغدانة، والله يديم النعمة ويحفظها من الزوال، وسهمنا وسهمكم الف عافية. بعد ما غدينا وشربنا شاي رجعت وين مكناس الخوص، ناخذ مكنسة سريعة وتنظيفة سريعة، التنظيف حتى النوم هم نشوف شغلنا، نشوف العشاء ايش راح نسوي، نشوف المنيو انا اليوم شو مسجلة بالمنيو. الاغلب معكرونة اليوم العشاء وياها تقلاه ونواشف. انا صار لي يعني فترة اخلي مفرش بالقاع حتى الجهال ياخذون راحتهم وهم قاعدين يفرجون على التلفزيون، ياكلون يلعبون، يعني ياخذون راحتهم على مود القاع للضوجهم، لان شوي هسه الجو كسر ببروده. بعد صلاة المغرب قبل العشاء خيطت هذا القميص، شوفوا لي اياه، نص ردان هو ويجي دقون، بس هو شكلها سيء يبين، يعني مو هلقد حلو، ليش؟ انه يحتاج اكوي، وطنينه كلش مو زينه، فهواي اشياء يعني حتى اكو هواي فصالات انا يعني عندي وقت اريد اخيطها، بس بسبب الكوي ما اقدر يعني افصلها واخيطها. ما اعرف الوطني هالايام ايش بيها، وخاصة يعني الخط اللي ببيتنا يعني هواي تنقطع بالكهرباء، شنو السبب ما اعرف. عاد يعني بعد ما جاينا الشتاء من هسه وخربت الكهرباء. شوفوا لي هذا قماش ستن، هذا القميص قماش ستن، بالدقم هيج خليتها بهذا اللون الذهبي اللي بكريستالة من النص، تقوم ناعمة وهذا شكله. وهنا جيت اسوي عشاء، سلقت معكرونة حتى اسويها بمعجون واخلي عليها جبن، وهيج حبوها جهالي، وابو حموتي قرر يساعدني يسوي لنا اليوم على ذوق فول. مو ابو حمود فول ان شاء الله؟ ان شاء الله فول. فول فول اليوم. اسوي شيء هو حمص بصل ناعم، وش تخلي عليه بعد؟ طماطة. طماطة والفول هاي هي؟
احنا ابو حمود حمس الطماطه ويا البصل وبعدين ضاف لها الفول، فول هاي العلب الجاهزه، وانا هنا ايدي تفوت بالهاي بالمعكرونه عموده الزكي قاع الجدار. ابو حمودي هاي هي لو بعد تحمس؟ ها بعد قاعد خليها تنشف زين، لو شنو لو تدير عليها مي ما فهمت. نعم. تنعمها شلون؟ تنعمها ها تنعمها يعني قصدك عمرتها. ها ها تمام. انا هنا راح ابزل المعكرونة عمود اسوي مالت المعجون، معجون احمسه شوية بالزيت واخلي عليه الجبن. بعد ما ابو حمود يكمل هاي الفول حمست شوية معجون واستخدت عليه هذا الجبن، عندي جبن شيدر خليت عليه اخلي شوية يدوب الجبن، ونوب اخلي جبن مطبوخ جبنة كريمة يعني. ضفت بعد هوي الجبن الشيدر ضفت هاي الجبنة المطبوخة تمام شوية مجرد بس ما يعني عشان تموع انزل عليها المعكرونة. معكرونتنا انا جهالي يحبون هواية جبن على المعكرونة، كلش يحبون الجبن ويا المعكرونة. قلبهم سوا وقبل لا اطفي بشوية اضيف جبن موزاريلا بعد، قلبهم زين وارجع وياكم. هنا راح اضيف جبن الموزاريلا شوية، نخلي كمية زينة. قلب تقليبة هيجي بسيطة مجرد ما ينوع الجبن، وها هي نطفي نقلب بدون نار حتى هم يبرد، يعني اكلنا يبرد وهم يعني الجبن شو ما نقول يتوزع على كل المعكرونة، مو ناس يروح على الجبن وناس لا، وما يبقى ولا فص مال الجبن كله يموت. قلبها زين، شفتوا شلون صارت الشعيرات؟ انا هذا المنظر يحبوه الجهال يموتون عليه، والطعم يصير كلش طيب ولا اروع. هذا شكل عشان البسيط، الحمد لله وشكر على النعمة، الله يديم النعمة ويحفظها من الزوال. هنا الفول خليت عليه زيت الزيتون من فوق مثل ما تشوفون، والمعكرونة صارت طعمها يجنن كلش طيبة صارت. سهمنا وسهمكم ألف عافية، وانتظروني كملوا وياي الفيديو للأخير. في التنظيفة سريعة سويت الساحبة مال الدهون، صار لي هواي فترة مع تقريبا بالخمس أيام ستة يمكن أكثر من ستة جوز أسبوع احتمال ما منظفتها هيجي، أبخلها حتى منها شوفوا هاي هم أبخها، هذا من يعني مزيل الدهون وبعدين أجلفها. هنا باي السيم عند السيم وجلف جلف 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 سيمك بيدك ما حد يفيدك. ها أجلفها أني باكر إن شاء الله المنيو حيكون جارت، فطلعت منها هسه خليته بالثلاجة جوا على السيم حتى من اجي من الدوام القى الدجاج يعني ما يعمل يعني مو جامد ما يعمل ثلج. اشياء بسيطة وبعد الجلف الجيد بحاولي وبلل رطب كيفكم. هالشكل
السنج والطباخ، وهاي المراية مالت الطباخ أنا ما أقدر يعني أصورها لأن هي تعكس فما أقدر أصورها، راح أصور لكم إياها بس من جوا. هاي بعدين ألمحها بالكرنس أصفيه أخليها تصفى تماما، بس أنا فوق كملته مقبس هاي الجو. شوفوا الردن بس عادي مو مشكلة، هسه أخليها منظف مع الدهون وأغسله خليني نسيت مو مشكلة. يعني هذا تنظيف جدا سريع، يعني مو تنظيف 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 حقيقي شلون ما نقول، يعني ما زال العيون بالطباخ يعني تنظيف هذا مو 100%، لانه لازم هاي العيون تتفور بمي ولا مندوزي حتى تطلع نظيفه، مي ولا مندوزي وزاهي. وهسه راح المع المرايه بالكلينس، بس شوفوا لي شوفوا شلون، شوف اللمعة. شوف المكان اللي ما ملمع. شوف شلون تصير لمعة حلوة، تخبل تصير لما ألمعه بالكنز. فالشي يصير المراية يعني بمعنى الكلمة باوع شكلنا عليه. سلم مع ذيك الجهة أكمل وأكمل الطباخ هم هذا بعده منها ما ملمع وأرجع وياكم. أنا كملت الطباخ، يعني أنا ما مقتنعة بهذا التنظيف صراحة لأن مشاري العيون، بس أحسن ما يبقى بالدهون مالته تلزق على الصينية وبالتالي يصير عندكم سوادات، منا يصير عندكم سوادات. بعد ما خلينا هذا السوايات مالته اشوفكم شويه من المرايه، ما اقدر ارفع بعد اكثر. شوفوا ليها شلون حلوه وصافيه، هاي اصفيها انا بالكلينس. غسلت المواعين كلها وعرفت هنا توشل على راحتها، خلي توشل يعني منا الباكر القاها مو بس موشله حتى ناشفه تماما. هنا خليت قاصر وزاهي نقعت بها الخاوليات اللي مسحت ونظفت بهم الطباخ والمرشحة مات الدهون على مود، يعني هسه ما صار عندي مجال اقعد اجلفهن واغسلهن، وهذه انا دائما انقحهن فترة. فهسه يعني هو ليل وراح انام اني، فيبقى الباكر ان شاء الله واغسلهن حيل الله. وهنا وصلنا اللانج بوكسات الجهال او الاولاد، لان هم مو جهال ما شاء الله، عندي محمد كبير. هاي خليت لمحمد لان جدوله ثقيل فيضيق اللانج بوكس، خليت له 2 لحم بعجين ومن السلالة واحدة، واحمد خليت له 2 لحم بعجين هم قطعتين على قولتك، وخلي لي اني وادم. وهنا نستلاية واوريو، هنا قطعتين قطعتين اوريو ونسات اللي هالشكل خليت له، هم ما خليت اليوم هواية لان جربت اذا اخلي هواي ما ياكلون، فقمت اخلي لهم شيء بسيط. هنا نوصل نهايه الفيديو، كان يوم كلش حلو، قضى برفقتكم، واقول لكم مع السلامه، تصبحون على خير، نلتقي بروتينات جديده حماسيه تحفيزيه باذن الله تعالى. باي باي.